أهلا بك سهام من جديد، وأهلا بكل مشاهدي قناة الرياضية. دائما هنا في مركب محمد الخامس، حيث الديربي البيضاوي بمناسبة نصف نهائي كأس العرش. وضيف معي سعد الدريب، نائب رئيس فريق الوداد الرياضي، للحديث عن أشياء كثيرة تخص هذا الديربي. بداية سعد، أهلا بك. شفنا حضور جماهيري كبير كعادة الديربي، ساعات كثيرة قبل انطلاق يعني المباراة شاهدنا حضور الجماهير، جماهير الودادية وكذلك الجماهير الرجاوية. كل جمهور يمني النفس بخروج بتأهل ونتيجة إيجابية في هذه المباراة. اولا اسمح لي سي عماد، قبل ما نبدا بغي نهني باسمي وباسم مكتب المسير نادي الوداد الرياضي اشبال الاطلس الرجال ديالنا اللي فرحونا البارح واللي فرحوا المغاربه كاملين. كنبغي نهنيهم ونشكرهم بزاف، ونهني الجامعه برئاسه السيد سعيد السيد فوزي القجاع للعمل الكبير اللي كيقوم به، ونبغي نفر نادي صاحب الجلاله هذه لان هو اللي كيعطي خريطه الطريق. هذا من جهه، من جهه سينو راه كوم تو فاسي ان ديربي، هذا لو ديربي كيكون شويه عنده واحد الطابع ديالو بغينا ولا كرهنا. جا في واحد الظروف شويه صعيبه، ما بارتيكولير ماشي صعيبه، مي فان دي سيزون ديسيبسيون دو نوت كوتي، باسكو الجمهور ديالنا كيتسنى منا غير النتائج، ومن حقه لان عودنا والحمد لله حنا كنخدموا على هذا الشيء باش نفرحوا ويكون ديما فرحان وفرحان بالفريق ديالو. سي فغي سي بارتيكولير، هذه نصف نهائي خص لازم واحد يربح. كنتمناو واحد الحظ يكون بجانبنا ونتوفقوا ان شاء الله اليوم ونحققوا التاهل اللي غيشفع لينا شويه مع الجماهير ديالنا. اكيد ان الجماهير الوداديه تنتظر رده فعل لاعبي فريق الوداد بعد ضياع البطوله يعني في الثواني الاخيره، وكذلك ضياع عصبه الابطال الافريقيه. كينتظروا رده الفعل في هذا المباراه؟ اكيد كينتظروا، وهذا من حقهم، لان كما قلت لك انا عودناهم الحمد لله، الحمد لله عودناهم على النتائج، عودناهم على الالقاب. دونك الجمهور ديالنا ما كيرضاش بشي حاجه من غير الالقاب. سي بو ديت خون فينال هذا، ولكن خاصنا نربحوا ان شاء الله. حنا درنا داكشي اللي كان خاصو يدار، والحمد لله الدراري جو بونس كو اي سون اون فورم، كلشي واعي بالمسؤوليه ديالهم، كسوا نوت كوتي ولا كوتي ديال الرجاء. بون كوراج ليهم حتى هما، لان حتى هما عندهم ما نساوش عندهم ديبي نوفيل اير عندهم، لان عندهم الرئيس الجديد المنتخب وراه مدرب جديد، دونك عندهم افكار جديده غيدخلوا بها. حتى هما كيستعدوا لنا، هذا كيبقى ديربي، دونك ما يمكنش نتكهنوا بالنتائج، ولكن ان شاء الله كنتمنى بان غنكونوا نتوجوا ان شاء الله نكونوا مؤهلين للفينال ان شاء الله. اكيد سعد، تكلمتي على نهايه الموسم، ولو انه نهايه الموسم ربما ما انتهاش للفريقين معا، لانه بعد نهايه البطوله الفريقان الان في كاس العرش مقبلين على كاس العربيه في المملكه العربيه السعوديه. يعني موسم يعني نقدروا يرتبط بالموسم المقبل. سي عماد ثق بيا بان احنا والله ما بقاش عندنا هذاك لا نوسيون ديال ديبيو دي سيزون فان سيزون، لان دابا صافي انا غادي واحد العقل واحد 50 سنين، ما بالنسبه اللي كنهضر على نادي الوداد ما بقاش عندنا فان سيزون، لان ساك فوا غير كنساليو كندخلوا ديجا في لي تورنوا. دونك حنا سا شونجو ريان بور نو، سي فغي كو الدراري عندهم شويه ديال العيا نفسيا، ماشي بدنيا، جو باغ بدنيا، نفسيا شويه ديال العيا، لان تراكم المباريات ودونك مي ان شاء الله ان شاء الله. المهم هذا الشيء ما نتخباوش وراه، خاصنا نقوموا مع مباراه اليوم ونربحوا ونفرحوا الجماهير ديالنا، وكنطلبوا نطلبوا الدعوات الجماهير ديالنا ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى. اخر سؤال سعد، هو غيكون عندك تحفظ بالنسبه للاسماء في الميركاتو الصيفي لفريق الوداد البيضاوي، تداول مجموعه من الاسماء، مسحت الاخبار يعني الاسماء اللي ارتبطت رسميا بفريق الوداد؟ وهو شوف اللي غناكد، هو كاين غيكونوا انتدابات كما طبيعه الحال، غيكونوا انتدابات كما غيكون عندنا مالوغوزمون دي ديبار. الحمد لله الا لاحظتوا حنا نادي الوداد في هاد السنين الاخرى عمره ما كان عندنا ان ديبار هجره اون فادير ديال 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 هذا، كيكون عندنا لاعب واحد كيمشي الحمد لله، اون اغيف غاردي نو جوور نو ميور جوور. دونك غيكونوا انتدابات ان شاء الله اللي غيعطيو الاضافه لنادي الوداد الرياضي. هذا الشيء اللي كنتمناو، وغنعلنوا عليهم ان شاء الله عن قريب، لان الموسم بدا. خلينا نتكونسونطراو عافاك على هذا الماتش، ما نهضروش دابا على هادشي، دابا عندنا ماتش، عندنا واحد لي 11 غيري بلوس لي اون بلاسون كلي غيلعبوا،
غيجيبوا شي نتيجه ان شاء الله ومن بعد نهضروا على هذا الشيء اكيد. وراهم هذه الجماهير لحجات المركب محمد الخامس للمسانده في هذا المباراه. شكرا سعد الدريب نائب رئيس فريق الوداد الرياضي، شكرا جزيلا لك. اذا في انتظار بعد ما تعرفنا على يعني اخبار فريق الوداد قبل انطلاق مباراه الديربي، اخبار فريق الرجاء ستكون مع الزميل احمد هبان، لكن قبل ذلك سنعود الى استديوهات قناه الرياضيه في مدينه الدار البيضاء رفقه الزميله سهام البوش.